على مر العصور كانت التجارة والتعاملات الاقتصادية بين الأفراد والتجار أو بين التجار بعضهم البعض تتم عن طريق التواصل المباشر. وفي أوائل تسعينيات القرن الماضي ومع دخول عالم الإنترنت حياة البشر والذي من خلاله تم ربط العالم ببعضه من خلال تلك الشبكة العنكبوتية وتطوره بشكل أكبر، لم يعد في كثير من الحالات حاجة لتلك الاجتماعات واللقاءات، وأن الكثير من العمليات التجارية من الممكن إجراؤها بين أي طرفين مهما كانت المسافات بعيدة بينهم وفي نفس اللحظة. لم يتوقف التطوير الرقمي أو يقتصر على إبرام صفقات تجارية أو اقتصادية بين الأفراد والمؤسسات أو حتى بين الدول، بل امتد إلى استخدام عالم الإنترنت في توفير الجهد والوقت من قبل الحكومات عبر تقديم الخدمات الإلكترونية لمواطنيها بمختلف أشكالها. وأيضاً أصبحت عملية شراء أي منتج من أي مكان في العالم تتم بسهولة، بل حتى المستلزمات اليومية لكل منزل أصبح بالإمكان الحصول عليها عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول. أما التواصل الاجتماعي بين الأفراد على مستوى العالم وبعد أن كان عبر الهواتف الأرضية، وهو الأمر الذي لا يخلو من صعوبات وبتكاليف مرتفعة، فقد تحول إلى تواصل من خلال شبكة الإنترنت بالصوت والصورة دون عناء وبتكاليف منخفضة جداً. وكما يقال، فقد أصبح العالم قرية صغيرة وأصبحت كل التعاملات الرقمية تندرج تحت مظلة يطلق عليها الاقتصاد الرقمي. وزاد الاهتمام الدولي بمشروع الاقتصاد الرقمي والذي تفوقت المملكة العربية السعودية فيه، حتى حققت نموا اقتصاديا رقميا جعلها بالمرتبة الثالثة على مستوى العالم والثانية على مستوى دول مجموعة العشرين. ولا ينكر أحد أن الاقتصاد الرقمي ساهم بشكل كبير في احتواء جائحة كوفيد-19 في المملكة عن طريق التطبيقات والبرامج الرقمية والتي استخدمت في مجال الصحة والإرشاد حول أخطار كوفيد-19. كما ساهمت تلك التقنيات في الحد من خسائر الاقتصاد نتيجة الغلق الكلي لبعض المدن، وساعدت باستمرار الحياة من خلال التجارة الإلكترونية التي زادت في تلك الفترة ووصلت لمعدلات قياسية لم تحدث في الظروف الطبيعية، وتقليل خسائر الشركات عن طريق تطبيق وتفعيل العمل عن بعد. وساهمت أيضا باستمرار عملية التعليم بكافة المستويات والمراحل التعليمية بخاصية التعليم عن بعد. كما ساعدت أيضاً في استقرار الأمن خلال توصيل رسائله الإرشادية للمواطنين والوافدين داخل المملكة. وأعلن في نهاية عام 2019 عن أن حجم الاستثمار في الاقتصاد الرقمي داخل المملكة بلغ حوالي 22 مليار دولار في السوق التقليدي أو السوق الناشئة، وأن المملكة قد وصلت للمركز 25 عالمياً في سرعة الإنترنت بفضل مجهود أبنائها، وهو ما دعا إلى طرح المملكة لرؤية تنموية اقتصادية رقمية خلال اجتماعات دول مجموعة العشرين أثناء قيادتها لقمة المجموعة التي تعقد اجتماعها حالياً عبر فرع من فروع الاقتصاد الرقمي وهو الفيديو كونفرنس. تطرق الاجتماع الذي عقد في الفترة بين 2 و3 من يونيو لعام 2020 إلى إمكانية استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة فعالة في الاستجابة للأزمات. وتناول الحوار دور مجموعة العشرين في مناقشات سياسات الذكاء الاصطناعي وإمكانية إدراجها ضمن برنامج أعمال مجموعة العشرين على المدى الطويل. كما أدرج موضوعات مختلفة منها تدفق البيانات والمدن الذكية وقياس الاقتصاد الرقمي والأمن الرقمي ضمن مواضيع جدول الأعمال، بالإضافة إلى مبادرة اتصال العالم بحلول عام 2030، وأيضا الرقمنة في إطار الأزمة الحالية والرؤية طويلة المدى للاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية في تقوية المرونة الاقتصادية وأيضا تحقيق المعادلة الصعبة بتعزيز المحافظة على الوظائف.
أما الاجتماع الذي حدث في 21 من يوليو لعام 2020 بين مجموعة الاقتصاد الرقمي لدول مجموعة العشرين، فقد أفاد الحاضرون أن الاتصال الشبكي العالمي الآمن والأنسب في التكلفة، وأنه محرك أساسي للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة، مؤكدين أهمية المبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الرقمية وبالمهارات الرقمية والتوعية في هذا الإطار، وذلك بتوفير خدمات وأجهزة إنترنت مناسبة التكلفة وبسد الفجوة الرقمية على مستوى النوع الاجتماعي، إضافة إلى أهمية مدى صلة المحتوى الرقمي ومدى مناسبته. وكان من ضمن الحاضرين للاجتماع ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كذلك الاتحاد الدولي للاتصالات بصفتهم شريك معرفي. إن التطور الكبير الذي يحدث على أرض الواقع بالمملكة في إطار الاقتصاد الرقمي ووصول المملكة إلى المرتبة الثالثة عالمياً لم يأتي من فراغ، بل كان وراءه رؤية وطنية طموحة. ولتأكيد دور المملكة واهتمامها بهذا الجانب، فقد دعا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى عقد أول قمة للذكاء الاصطناعي بمدينة الرياض في 21 لشهر أكتوبر لعام 2020 تحت عنوان الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، وتعد تلك القمة ركيزة أساسية من أجل تنمية الاقتصاد الرقمي بالمملكة.